السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيجينا خوتنا الأعزاز، لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله تعالى جبناكم لطريق أوريكا الخلابة الغنية عن التعريف، باش نوريكم واحد البقعة بالضبط في منطقة العقرب. وهذه المنطقة راه معروفة، اللي هي واحد الفيلاج كبير تقريبا شبه حضاري، فيه جميع المرافق العمومية. وراه الى بقيتوا مع ثنيات الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نوريكم هذه البقعه، المدخل ديالها والمساحه ديالها. وللعلم راه هذه البقعه راه فيها 700 متر ومتيتره، مولاها راه متيترها، يعني جاهزه للبني ولا شي واحد بغى يدير فيها شي مشروع، شي فيلا شي. وديك الساعه ان شاء الله تعالى غادي تشوفوها، ولا حبيت تواصل معنا باش نتواصلوا مع مول البقعه مرحبا. وكما العاده غادي تلقاو الهاتف ديالنا في صندوق الوصف، فخليكم معنا. حنا دابا الخوت راه قربنا للموقع ديال الارض، حتى تواجد حدا هاد المسجد هذا اللي تيبان، غادي يبان لكم دابا السمعة ديالو. تيبان المنظر ديال جبال الاطلس، تيبان من هنايا هذا المنظر اللي هو رائع. هذا هو المسجد اللي قلت لكم، هو حاجه سمعت في الصوره. نشوفوا دابا المدخل ديالها ان شاء الله تعالى، وندخلوا باش نشوفوا هذه البقعه. الى شتو راه هي طريق أوريكا، هذه هي الدخله ديالها، راه داخل على طريق أوريكا بواحد 28 متر. مني غادي نخرجوا راه غادي نحاول نصور هذه الخرجه هذه باش تشوفوها. وهاد الارض ها هي تبدا من هاد الحيطه اللي قدامنا، تبدا من هنايا. نحاول غادي نمشي معها من راس لراس باش تعرفوا العبر ديالها ديال الزنيقه باش داخله. 28 متر بالضبط بينها وبين طريق أوريكا. انت راه تمشي تبدا من هاد الراس ديال الحيط حتى لهاد الراس ديال الحيط، وتتمشي حتى لهداك الزيتون اللي تيبان قدامكم، حتى لهاد الزيتون الاخر اللي تشاف في العمق ديال الصوره. حنا غادي نحاولو نمشيو معاها. راه مربع إكير وراه تيتر، فيها 700 متر. صراحه قريبه بزاف للطريق، زوينه. وهاد الدخيله باش داخله، يعني كي تشوفو هنا الكالم، حتى الناس ديال هنا راه ناس طيبين. وانا تنقول على التجربه، ماشي زعما تنزكيهم ولا ازكي ولا نزكي على الله احدا، وانما انا ولد المنطقه وكنعرف الناس ديال هنا كيدايرين، يعني ناس شلوح معقولين لهنا. هذا الراحت اللي تيقولوا، هذا كنت جيت اللي شفنا قبيله من طريق أوريكا هو هذا. ها هما الحدود الجوله كي شفتو هانتوما، شفتوها راه إكير مربعه. وتتنتهي هنايا الحدود ديالها، هما كي تشوفوهم. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، وكما عودناكم راه النميره ديالنا تلقاوها في صندوق الوصف. والله يسر البائع والمشتري. ودابا غادي نخرجوا باش نوريكم هذيك الزنقه اللي خارجه في ديك الطريق أوريكا. ما صورتهاش فاش دخلت، دابا غادي نصورها فاش غادي نخرج. وراه الله يحفظك. اللي هي هادي سمعت، يعني راه تتبان ليا مدوزة الطوموبيل مخيرة. هادي واحد المقهى ومطعم، وانتم تشوفوا الخطرة قريبة. تبر من هنا تشوفوا السيارة غادي يستاسيون هنا ويدخل على رجليه قريب، يعني المسافة اللي هي قصيرة بزاف، 28 متر ماشي هي شي حاجة. وها طريق أوريكا الرئيسية،
ودابا خوتنا من بعد ما شفنا الارض اللي وريتكم دابا راه كما قلت لكم سابقا راه متيترا مولاها متيتراها وفيها 700 متر كيشطوها راه مربعه ما مشكود راه ما والو وراه السيد طرف فيها 78 مليون وراه الثمن كما قال لي راه قابل للتفاوض يعني شي واحد اللي بغى يشري غادي نلاقيو مع السيد الله يسر البائع والمشتري ودابا غادي بحكم انه انا وقيلة تيبان لي انتيرجي يعني بان لي كاع جات هنايا راه ماشي بزاف اللي يبقى العقرب باش يجيب الدور من رومبوان ديال العقرب ويجيبني الدور من هذا الفيلاج باش نوريه لكم عن قرب بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش واحد الفيلاج اللي هو زوين ورائع وراه فيه جميع المرافق العموميه فرماسيان فيه بقاله يعني وقدرات تيسير حوايج تبارك الله راه يعني فيلاج كامل متكامل انتم غادي تشوفوا كلشي بعينيكم وراه منو غادي نجيبو دورا هنا راه وصلنا تقريبا هو هذا لي المطاعم هنايا تبارك الله المطاعم ديال التشنشيط وهذاك الشيء راه ما نتذكروش انتم راه كلشي موجود هنايا هذا راه الدخل اه البنك سيدي حتى هي هنايا لاسيرونس اه بنك اخرى الخير موجود ان شاء الله تعالى اللهم بارك انتم هذا هو العقرب ديالنا هذه هي الرومبو اللي غادي ندورو معاها وراه الفيلاج باقي داخل شويه طلعت ديال الكروازما اللي في اللي في مفترق الطرق الطريق اللي تدي لوريتا والطريق اللي تدي لنيدوريكا كتلقاو على اليسار ديالكم وطريق اوريكا الفوق ديريكت دابا غادي نديرو مع هاد الروبوان هادو كدا تشوفو راه فيلاج فيه كلشي تبارك الله ناضي وهادي هي الطريق اللي تدي لتحناوت هانتوما قلنا راه كلشي هنايا موجود وتنعتذرو على الإطالة وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.